أهلا وسهلا سمر خانم. إجوا. سمار حبيبتي خوفتيني عليك. أنا منيحة يا حبيبتي. مرحبا. كتير قلقت عليك يا حبيبتي، خفت عليك تروحي وتتركيني، مو حرام تعملي هيك؟ مو قلت لك لا تخافي عليها؟ الحكي سهل، فرطت أعصابي وأنا عم بستناكم. أصلاً لازم أعصب عليكي، ليش حكيتي معي هيك؟ وفوقها رحتي وسكرتي تليفونك كمان؟ نيسان إذا بتريدي ماني قدراني أحكي هلأ. كيف أبوك يا نهاد؟ وضعه عم يتحسن، وهلأ ماما عنده. ألف الحمد لله على سلامته. إيه؟ وأنتو ما في شي بتكون تقولولنا إياه؟ كم شهر؟ ما في بيبي، هي فبركة من ماما. يا ما بتعرفيها لأمك المصون ما بتتغير أبدا. إيه بابا؟ وينكن لهلا؟ هلا نحن بالفندق. إمتى رح تجوا؟ عم نستناكن على نار. بابا إمتى رح تجوا على البيت؟ سمر رح تجي ما هيك؟ طبعا بس تصحصح سمر رح تجي معي. ماشي، عم نستناكن يا حلوين. ماشي بابا. ما بدي روح يا عدنان، ليش قلت له هيك؟ يلا بلا ما نوقف هون، خلونا نروح نقعد بالكافيتيريا. لا نحن بدنا نروح. ايه تركت الاولاد واجيت لازم نروح. ليش المربية مو عندكم؟ ايه بس طلعت بسرعة واكيد الحليب هلا بيكون خلص. خاطركم، مع السلامة. اللي عملته ماما ما بينقبل بنوم، بس ما فينا نقول إلا الحمد لله. شفتي؟ خليتك ترجعي. يلا لا تخلي الأولاد يستنوكي. بلكي بيكون هيك أفضل لألكم. مع السلامة يا روحي. بخاطركم. مع السلامة. خلينا نطلع على الغرفة ونضب أغراضك فوراً. عدنان قلت لك ما في يروح. خلينا نحكي فوق.